بالرغم انك بعدت عن الملاعب يا كابتن، الا انك دايما عامل ثوره على السوشيال ميديا مع جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي دايما اي كلمه بيقولها كابتن عماد متعب عن الفريق دايما اشعار، وقد ايه دايما خايف على الفريق وبيدافع عنه بكل قوه. بتشوف ده ازاي؟ حب الجماهير ليك يعني بيزيد تقريبا مع الوقت كمان. اقول لحضرتك حاجه، انا بالنسبه لي ربنا كرمني وكان شرف ليا وجودي في النادي الاهلي، وشرف كبير جدا ليا اللعب في النادي الاهلي، وان انا اكون مع يعني فرح كبير جدا زي النادي الاهلي. لكن الحاجه اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى خدتها في حياتي هو حب الناس وحب جمهور النادي الاهلي، ودي الحاجه اللي انا بسعى طول الوقت ان انا احافظ عليها وان انا ازودها ما اقللهاش. فان انا الاقي جمهور النادي الاهلي بيحب عماد، فدي حاجه هتخليني كل كلمه وكل نفس انا باخده لازم اخد باله منه بشكل كبير جدا، عشان ما ازعلش جمهور النادي الاهلي ولا ازعل واحد بس من جمهور النادي الاهلي. حتى لو ده حصل عن طريق الخطا بطلع واعتذر عليه، لان اكتر حاجه ممكن تضايقني وتتعبني ان انا الجمهور اللي قعدت عمري كله بخلص عشان يعني ابسطه واسعده ان حد منهم يكون زعلان. فاتمنى ان لو في يوم من الايام اي حاجه كانت حصلت مني واي حد من جمهور النادي الاهلي زعل مني، بقول له ما تزعلش مني، لانها هتبقى عن غير قصد وغير متعمده.